نهاركم زي الفل والوردة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جديدة أنا جربتها من فترة وعجبتني جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. طول عمرنا بناكل الشعرية محمرة مع الرز، شعرية باللبن، بس ما جربناهاش في طواجن قبل كده. النهاردة هعمل معاكم طاجن كبد فريخ بالشعرية، بس الأمانة تحفة. معايا شعرية، انتوا عارفين ان انا بحمرها وبشيلها في التلاجة. معايا كبد وقوانص مغسولين ومتنضفين حلو، شايله منهم كل الجلد اللي فيهم والدهون، وعصر عليهم ليمون وحطهم في المصفى كده زي ما انتوا شايفين بتتصفى. معايا بصله صغيره مفرومه، معايا فلفل الوان، هو مش الوان الوان يعني، هي فلفلايه رومي كبيره مع قرن شطه حراق احمر مع نص راس توم كده كله مضروب مع بعضه في الخلاط. معايا هنا طماطمايه برده صغيره مش كبيره. معايا التوابل الأساسية، ملح، كمون، حبيب الكبدة الكمون، فلفل أسمر، توم باودر، جنزبيل، شوية زعتر. في الأواخر هنحط شوية قرفة وشوية ريحان. يلا تعالوا نبدأ. هنبدأ هنحط الزيت مش كتير قوي يعني، انتوا عارفين أو زي ما تحبوا، لكن أنا عن نفسي ما بحطش زيت كتير. حط شوية زيت. احنا هننزل بالكبدة الأول مش بالبصل علشان تاخد صدمة، وعلشان احبس كل السوائل والدم اللي فيها جواها. اوكي، بعد الكبدة هننزل بالبصل، وبعد منها الفلفل والملون والثوم، وبعد كده ارجع لكم تاني نشوف. دلوقتي هطلع الكبدة علشان ما تفريش، وهنزل بيها تاني في الاخر بعد ما اتأكد ان القوانص استوت قوي. انا بس كنت منزلاها معاها علشان تاخد الصدمه معاها. نسيب القلوب كمان معاها بس كده. هي طلعنا الكبده لوحدها. دلوقتي بقى هننزل بقيه الحلقه. دلوقتي انا شلت القوانص وقطعتها حتت صغيره ورجعتها تاني الحله، حطيت الفلفل وحطيت الطماطم ونزلت بالتوابل. عندي شوية شوربة فاضيين كنت سالقة فيهم خضار، هنقصها بقى كده شوية، هغطيها لحد ما اتأكد ان القوانص استوت، وهقطع الكبد وانزل عليهم بيها. بعد كده نشوف هنعمل ايه. كده خلاص كل الخليط استوى، القنص والكبد والكلام ده. معايا هنا كزبرة وشبت وكرفس كنت مفرزاهم في التلاجة، خدت شوية صغيرين يعني حوالي معلقة صغيرة من كل حاجة منهم. الريحة تجنن من قبل ما اكل ومن قبل ما اخلص. معايا هنا حوالي يعني الكيس بيبقى 400 جرام، هندول حوالي 300 جرام يعني قولوا كوباية ونص شعرية متحمرة. على فكرة هي شايفين بتلمع ازاي مع انها مش متحمرة غير في معلقة زيت واحدة. هننزل بيها وهنقلب تقلبتين بس. انا خلصت كده مشغلة بس الفرن على من حوالي 10 دقايق كده. هدوقوا حته طاجن شعريه بالكبد والقوانص ملوش حل بجد والله، جربوه على ضمانتي وولادكم هيحبوه جدا.
انا كده خلصت، بس هرش على الوش شوية ريحان وزعتر وشوية قرفة، هدخلهم في الصاجة اللي انا حطاهم فيها دي، وهحط في الصاجة مية، مية سخنة عشان ما تبرد لكمش درجة حرارة الطاولة، وهنشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. باي باي. اخيرا الطواجن خرجت من الفرن، هي ما اخدتش وقت كتير، اخدت حوالي 1/3 ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها نهائي فاضلكوا واحد عشان نشوفه. اوبس اعذروني، سخن جدا. شكله من جوه، شعري استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاجن ده يكفي فرد او اتنين، يعني لو واحد طفص قوي 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 هياكل واحد، لكن لو اتنين مع بعض يكفيهم. يعني انا استحالة اقدر اكل ده لوحدي اطلاقا، حتى لو هموت من الجوع. الشكل بتاعنا، الريحة تجنن، ريحة الكمون والثوم. يلا جربوا الطريقة دي، وانتوا هتحبوا شعرية قوي قوي قوي، ومش هتعملوها بس بلبن وسكر ولا رز بشعرية والكلام ده، لازم تجربوا الكلام ده، صدقوني بيطلع تحفة. وهم عن تجربة من غير ما ادوق، بس برضه هدوق بس بعد ما اسيبكم. باي باي.